مامي ممكن تعطيني من وقتك 5 دقايق وتتعشى؟ 2 مينتس ما لا بعرف ال 2 مينتس تبعك. يا الله كلمة تانية محروم من أفلام كرتون. أفلام كرتون اسمها كرتون والله ما تواخذني سوري. هاي زنزون. هاي حبيبتي كيفك؟ تمام. ما اجيتي اليوم؟ ايه ولا بكره جاية. ليش شو عندك؟ يا ستي عندي ورك شوب 3 ايام. يعني ولا بعد بكره؟ ولا بعد بكره. ايه ليش انتي شو عم تسألي كأنه كتير؟ لا عادي عم بسأل، الأكل سخن. ايه بعرف لأنه جاي على الوقت. عن شو الورك شوب؟ هاد يا ستي مندرب النسوان يلي ما لهم شغل بالحياة لحتى يستخدموا مهاراتهم ويصيروا منتجين شوي بهالمجتمع. حلو. هاي هاني. هاي ساندرا. لكان قلتي لي متطوعة. يعني بصراحة لو لقيت شغل أهم وأحسن أكيد كنت رحت، بس ما في. ماشي حاله. أنتي يمكن ما كان لازم تتركي شغلك القديم بالشركة. بس يا زنزونة أنتي بتعرفي الأسباب اللي خلتني أترك الشغل. شو هي الأسباب؟ والله يا حبيبي الشغل كتير طويل، يعني أطول من دوام مدرستي. ايه بكتير. اوف يا حرام يا ساندرا، انا شبعت. حياتي ما بدك تاكل معي؟ يلا خلينا ناكل سوا. يعني معقول تشبع قبلي؟ صح. يعني بتعرفي مشكلتي مع المدير، كان بده ياني اطلع معه. هاد كان لازم ينحط له حد. ايه بس هو كتير وقح. كان لازم تشتكي عليه. لمين بدي اشتكي عليه اذا هو المدير؟ معك حق. بتعرفي انتي افضل حل لك انك تتزوجي. شو؟ لك مين عم يحكي؟ ليش دخلني انا اختي؟ لا تاخذيني مثل اعلى. والله يا حبيبتي مو على كيفك، انتي بالحياه مثلي الاعلى. ليك هيك درستي بزنس واداره اعمال، ما درستي طب. ايه لاني ما كنت شطوره مثلك. أنا ماني شاطرة غير بشغلي، فبليز لا تحاولي تشبهي فيني أبداً. إيه مو على كيفك. بتعرفي شغلة؟ أنا بحس الزواج كتير مسؤولية، بحس حالي ماني قدها أبداً. أولاد، ربي، طعمي، نيمي، وليه دخيلك، ماني قدها بنوب. بتعرفي بتفاجئيني أنتِ أحياناً، عندك نضج مبكر. ميرسي. هلا انت على كل الاحوال يمكن ما التقيتي لسه بالشخص المناسب، مع انه والله اجاكي عرسان كثير زراف، يعني اللي صح لك ما صح لحدا. صح، انت بتعرفي انه لو بدي اتزوج كنت تزوجت من زمان، بس قلت لك ماني قد المسؤوليه بنوب. يعني بعد بكره جاي لعندي على العياده؟ هلا ما بعرف، بشوف شو عندي وساعة بقرر. يعني ممكن ما تجي؟ لا انت شكلك كثير مصره اني اجي على العياده. ليش خير ان شاء الله فيهم شي اسناني؟ لا حبيبتي ما فيهم شي، بس قلت بنزل انا وياكي على السوق فمشان رتب مواعيدي يعني، بس مو اكثر. تزبطي مواعيدك قلتي لي. شو يعني؟ ايه اوكي شوف شو بصير معي انا. خلص اوكي. هاتي عمك هاتي. الو وليش بقى لبعد بكره؟ إيه شو بيعرفني؟ اشتركت بوركشوب بدها لبعد بكره لتخلص. يي علينا على هالحظ. ايه شو صاير عليكي هلا؟ شو فرق بكره عن بعد بكره؟ ما بيأثر. ايه هاتي اعطيني صبر لبعد بكره. خوله لا تركزي كثير على القصه، الواحد بس يركز كثير على قصه ما بتعود بتزبط. ايه لا ستي ما حذرتي، لانه كتاب سيكريت بيقول كل ما ركزتي بالشغله كل ما صارت. لك يا حبيبتي اسمعي نصيحه مجرب. ليش عندي حل ثاني يعني مثلا؟ ها شفتي بلشتي تفكري صح. ماما بيقول لك دادا شو صار بالقهوة. طب ليكي زينة بعد بكرة أي ساعة؟ بين الوحدة والثلاثة. يا شو هالموعد هاد؟ شو بين الوحدة والثلاثة؟ لك إيه شو أعمل لك إذا هي بتجي بين الوحدة والثلاثة؟ ما لها وقت محدد. طب ماشي ماشي يلا باي. يلا باي.